برفض إسرائيل لعناصر الصفقة المطروحة من قبل حماس. وفي الوقت نفسه هناك تقارير أيضا وتصريحات إسرائيلية تؤكد أننا بيتنا قريبين من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، وإصرار إسرائيلي على تحقيق الأهداف في الحرب كاملة. فهل هذا مؤشر على أننا مقبلون على مزيد من التأزم في الموقف؟ وهل تعتقد سيادة الوزير أن فرص التوصل إلى صفقة باتت بعيدة؟ شكرا. شكرا. الصفقة اللي تم بلورتها من خلال المشاورات اللي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها، وكان هناك وجهة نظر إزائها من قبل حماس، وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن. هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين، وهذا ما نعمل من أجله، ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. كما دائما أكدنا بأنه الهدف هو وقف الكامل لإطلاق النار، نفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي. مفاوضات معقدة وصفقة بالتأكيد كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة. الجهود المصرية لن تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة اللي وقعت على المدنيين الأبرياء، ولكن الأمر يتطور ويتطور بشكل سلبي. التصريحات المختلفة اللي بتدلي بها والأعمال اللي بدأت في النشاط العسكري في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين بوضع إنساني كارثي، لوجود 1,400,000 مواطن فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جدا ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية. الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع بأنه وضع لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه. هناك توافق دولي بأنه المنطقة لا تحتمل نفس كثافة الأعمال العسكرية اللي شهدناها في الأوقات الماضية، وأنه الوضع الإنساني لابد من احترامه، وهذه هي أيضا دعوة ضرورية نؤكد عليها بأنه الأمر لا يحتمل مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من التدمير. أوضاع الإنسانية متفاقمة في غزة، وأي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية سوف يكون لها آثار وخيمة. مرة أخرى الإجراءات التي تتخذ والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى التهجير والنزوح هي لابد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة. يمكن أن يستمر اتخاذ إجراءات كلها تقود إلى نتيجة محتومة، نتيجة الكل يحذر ويرفضها، ولكن المهم أن ألا تستمر الإجراءات للوصول إلى النتيجة المرفوضة. شكرا. سؤال آخر. Miss Kurova from the Bulgarian National Television.
1 2 3 سؤالي موجه للسيدة نائبة رئيس وزراء بلغاريا ماريا جبريل. لماذا هذه الزيارة مهمة ليس فقط لمصر ولكن أيضا ليس فقط لبلغاريا ولكن أيضا لمصر، وما هي القيمة المضافة لهذه الزيارة؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. هذه الزيارة مهمة بصفة خاصة لأنه يمكنني القول أن هذه الزيارة الأولى من نوعها، وهي زيارة ملموسة وهي قيمة مضافة للمستقبل. هي زيارة الأولى من نوعها ليس فقط لأنها الزيارة الأولى منذ 12 عاما لوزير خارجية بلغاريا إلى مصر، ولكن بعد هذه الفترة هي مهمة لأننا هذه هي الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون. أولا تعطينا إطار عمل للعمل المنسق والفرصة لتنفيذ ما اتفقنا عليه معا، وأعتقد هذا أمر مهم للغاية، وأن علينا أن نحفز هذه النتائج وننفذها. وهي زيارة ملموسة، نحن لا نتحدث فقط عن الحوار السياسي على أعلى مستوى الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن أيضا المجالات الاستراتيجية للتعاون، الدفاع والزراعة وأمن الغذاء والنقل والسياحة والتواصل بين الشعبين. كل هذه المجالات مهمة بالنسبة للبلدين لأننا نرى إمكانيات ضخمة للتعاون المشترك لتحقيق منافع ملموسة لمواطنينا، وهي كذلك قيمة مضافة للمستقبل، لأنه من خلال أن يكون لدينا إطار ملموس وزيارة ملموسة ونتائج ملموسة والرغبة في العمل معا وتعزيز التعاون، في الحقيقة نحن نشكل حلولا للتحديات الإقليمية والدولية. والتحديات الإقليمية نحن نطلع إلى الاستقرار ونستلعب دورا رئيسيا، وبالنسبة للدولة فإن بلغاريا كذلك تطلع إلى استقرار كبلد شرق أوروبي. نحن نتناول ونعالج بعض التحديات المشتركة والتواصل، وهذا سيستمر ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن الدولي كذلك. أحد التحديات وبالنسبة لي فإن الشراكة الاستراتيجية من الاتحاد الأوروبي، لأن بلغاريا ستكون هناك لدعم مصر لإنهاء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ولهذا نحن كذلك يجب أن نظهر كل الجهود التي تبذلها مصر وخاصة على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية والطاقة، وكذلك أن لديها جدول أعمال إيجابي. لهذا فأنني أعتقد تماما بأن هذه الزيارة ليست كمثل الزيارات السابقة، ولكنها زيارة ملموسة والأولى من نوعها، وهي قيمة مضافة للمستقبل. شكرا. سؤالي لسيادة الوزير سامح شكري. سؤالي لسيادة الوزير سامح شكري، هل اليوم تم مناقشة سبل إيجاد تحرك عربي أوروبي مشترك لوقف سبل ما يحدث في قطاع غزة؟ وهل تم الحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود تباين في المواقف الأوروبية المشتركة؟ شكرا. تناولنا القضية الفلسطينية بشكل مجمل، سواء فيما يتعلق بالأحداث في غزة وأيضا الأفاق ربما للخروج نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية كالوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وإقامة علاقات تعاون وعلاقات طبيعية في المنطقة. بصفة عامة نحن لدينا رؤية مشتركة إزاء التطورات، سواء فيما يتعلق باستمرار الأعمال العسكرية، فيما يتعلق بضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتوافق حول العمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
هناك أطر عديدة يتم فيها التشاور، آخرها كان مشاركتي في مجلس المشاركة ولقائي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سواء في المشاورات التي تتم على المستوى الثنائي مع شركائنا الأوروبيين الولايات المتحدة والدول العربية، كلها بتصب في محاولة للخروج من هذه الأزمة، محاولة لإعفاء الشعب الفلسطيني من معاناته سواء كان في القطاع أو في الضفة الغربية، والعمل على تنفيذ الرؤية والتوافق الدولي بالنسبة لإنهاء الصراع والتعامل مع التحديات الراهنة، تحديات مرتبطة بوجود مواقف غير مرنة، مواقف متصلبة ترفض الحل الدولتين وترفض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تأكيد أنه كلما زادت قنوات الحوار والتنسيق كلما استطعنا أن يكون لنا تأثير أقوى على التطورات، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا التقليديين مثل بلغاريا من منطلق رؤيتهم وقربهم من الأحداث ومعرفتهم بطبيعة وتطوراتها حتى يتم تحقيق الأهداف المشتركة. Dear Deputy Prime Minister Gabriel, نائبة رئيس الوزراء وعزيزتي وزير الخارجية السيد صالح الشكري، كيف يمكن أن نسهم في تعميق التعاون بين مصر وبلغاريا؟ شكرا. I think that every single agreement is very, very, very well established and is showing what is the field in which we would like to deepen. بشكل جيد، وستعكس التعاون العميق حينما نتحدث عن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، هي ذات أهمية خاصة، وقد رأينا بالفعل مدار العامين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ماذا حدث في هذا المجال، وأمن الطاقة من الملفات المهمة ذات الأولوية، ونحن لا نتوقف هنا، نحن نبذل الجهود ونريد أن نرى كيف معا يمكن فقط نكفل توفير وتوريد الطاقة بل توسيع السوق الطاقة. بالنسبة لهذه خطوة مهمة للأمام، لأن هذا يعني أنه سوف يكون هناك تواصل بين الشعبين، وتحدثنا أعرف كيف نتطلع إلى هذا، ولكن كذلك كبلغاريا يجب أن نلتزم بالتزاماتنا، حيث أننا في القريب العاجل سنلحق بمنطقة الشنغن، وكذلك في مجال الأمن والاستقرار نحن بحاجة إلى بناء ثقة متبادلة. لدينا بالفعل تعاون متميز في هذا المجال، ليس فقط على مستوى تبادل المعلومات، ولكن كذلك بناء القدرات والنمو معا. نحن هنا اليوم ورأينا مجالات متطورة بالفعل، ولدينا إجراءات مشتركة، وهناك مبادرات وكم من جيد من المبادرات، وهناك مجالات أخرى مثل الابتكار، حيث تبادلنا الطموحات في هذا المجال، وأعتقد لدينا المزيد من الفرص للنجاح إذا ما عملنا معا. Once again I welcome and thank Her Excellency المعمقة تناولت مجمل العلاقات الثنائية ومواضع الاهتمام الإقليمية والدولية. بشكر معالي الوزراء من الجانب المصري والجانب البلغاري، معالي وزير الطاقة مع البترول، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير الصناعة ووزير السياحة ووزير النقل ونظرائهم من الجانب البلغاري على مساهمتهم ولقاءاتهم الثنائية اللي أيضا كانت مثمرة في تحديد مجالات ونطاق التعاون فيما بين البلدين. وكما تحدثت معالي نائبة رئيس الوزراء، فعلينا الآن أن نترجم ما تحدثنا حوله إلى برامج ومشاريع محددة نستطيع أن تكون لها إسهامها في تحقيق مزيد من المصالح للشعبين. شكرا جزيلا.